بجد تحلك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. احمد عبد القادر واحد من نجوم النادي الاهلي، ببارك له النهارده. مبروك يا احمد، البدايات مهمه جدا الحقيقه، ويمكن اديته رساله لكل الفرق المشاركه في البطوله، لان البدايه مهمه مع فريق مميز جدا عنده قاعده جماهيريه، لكن تحضيركم كان جيد، العامل النفسي كان مميز جدا، الرغبه موجوده، لكن توفيق ربنا الحمد لله كان معانا. حطينا في الاجواء، وشايف النهارده المباراه بتمثلك. والله انا اولا بشكر ربنا وبشكر اللعيبه طبعا على الاداء ده والنتيجه دي. يمكن التركيز بتاعنا ما كانش من يوم المباراه، بس ما كانش من يوم المباراه، زي ما قلت لك احنا بقى لنا 3 ايام مركزين من ساعه ما جينا. اللعبه كلها عندها روح انها تبدا الموسم بشكل مختلف، نعوض الجمهور على الخسائر اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، فان شاء الله تبقى بدايه كويسه. يعتبر الجمهور مرضي بنسبه 90% النهارده كاداء، فان شاء الله اللي جاي يبقى احسن يعني ان شاء الله. عوده الفريق كله بالكامل هي اضافه، لكن عوده اكرم الحقيقه كلنا كنا منتظرينه بشكل كبير جدا، بنتمنى له التوفيق ونقول يا رب يحرسه ويحفظه على شخصيته الكبيره دي. شفت عودته النهارده ازاي؟ يا رب يعني كلنا شايفينها ما شاء الله النهارده، زي ما انت شايف اداء على اعلى مستوى، ما حسيناش ان هو كان بعيد بقاله فتره خالص، راجع كانه بيتمرن معانا من وقت الاصابه، فاعتقد ان مكسب كبير لنا ان اكرم يبقى معانا في بدايه الموسم، واتمنى له التوفيق طبعا الفتره اللي جايه، ويكون على نفس الاداء ده وفي تقدم ان شاء الله يعني. حبيبي الله يخليك.